اوكي حبايبنا، انا اول ما فتحت اللعبه يا شباب اليوم جيت طلعت شفت في حدث اسمه الهيب هوب. طبعا شباب اكيد اغلبكم عليهم كل اللاعبين في الفاير صارت معكم نفس الصدمه اللي صارت معي من انا كمان نفس الوقت شباب. فكرت انه عشان الهيب هوب فكرت يا اخي انه هذا السكين الهيب هوب. قلت قلت او ماي جاد معلم. المهم حبايبنا كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. جاتكم مقطع جديد يا اساطير معكم عليكم. مثل ما قلت لكم حبايبنا الكرام، يعني عن جد فكرت انه صارت معي اسم، فكرت انه مثل هيب هوب كذا، بتعرف شو الفاير باس ثاني. المهم حبايبنا الكرام قبل ما نشوف هذا المقطع شباب، قول لي صلوا على الحبيب الله يسعد ليكم شباب. خلينا نشوف هذا الحدث شباب، عجله الهيب هوب حبايبنا. طبعا شباب صراحه في شيئين حلو فيه بهذا الحدث شباب، اللي هو طبعا فيه سياره معلم، بالعاده ما بيكون في سياره شباب، وفي شيء عنصر شباب، عنصر ثاني يعني صراحه كمان باللوس. بس anyway شباب طولوا بالكم قبل عن اي شيء حبايبنا، لازم نلغي اثنين من هدول الاشياء. رح نلغي اثنين عنصرين. اوكي نعمل له ازاله يا شباب، لو نشوف شباب قول لي اقصى. طبعا هي شباب هذيك مره ما فهمت عن اللفه الذكيه، يعني يمكن صراحة ما فهمتها كثير، هل دائما ما فهمتها لهذا السبب. اوكي اللفه الذكيه شباب يعني بتلف، ممكن يعني نضرب شو عم يكتب، نضرب اللفه الذكيه رح يجي لهون. اوكي يعني هلا شباب اللف الذكي يعني اللفات الكامل سكين، يمكن على اللفات كله بيعطي 2322 بيكلب، بس ولكن في خصم يعني بتقدر تجيب السكين يعني بشكل مختصر. حبيبي والله ليك شباب، خلينا نجربها تمام، لانه شباب مثل ما انتم شايفين هون معلم كل لفه بتساوي 9 من نحسب. خلينا نحسب هذا العدد معلم، كم بيعمل هذا العدد؟ اوه اعتقد هذا هو ايه، يمكن هذا هو. اوكي شباب انا عملت الحسب شباب، هذا الحسب كامل شباب تقريبا بيعطينا تقريبا 2000، هذا هو 2322 يعني ضربه شباب، بس ولكن يعني نحصل على السكين بشكل خصم 40. والله هي شباب هي شيء حلو. اوكي خلينا نجرب شباب، نعمل لك نشوف نفق جواهر. خلينا اوكي خلينا متاكد نشوف شو راح يصير معلم. خلينا نجرب هل الشكل الجديد معلم نشوف. اوكي اللف الذكي معلم، اوكي اعطوني هاي. اوكي تمام، هي علف عليها يعني خصم. اوكي هي لف يعني عليها خصم معلم. اوكي عم بضرب لحاله تمام. باين من الحظ بيض معلم، اعطوني هاي. اوكي يعني هيك شباب لف كله، ضرب كل اللفات ورا بعض الشباب، ولكن بخصمونا يعني اوه والله هي شباب شيء حلو الصراحه، بس ولكن معلم حظه مثلي بيض معلم، يعني دائما اللفات بيبقى لاخر شيء، يعني مثلي ومثلك معلم حزبت اي شيء كويس معلم تخصيم وخلص، بعرف حزنا بيض معلم حبيبي والله. ادخل لنشوف. اوكي شباب هون ندخل على هذا الحدث شباب، في حدث ثاني شباب الصراحه يعني يا اخي كل مصمم معلم، كل مصمم ملصقات فري فاير خاصه بيك شارك تصميم في عالم فري فاير. طبعا هون شباب لسه الحدث معلم الصراحه، لما شوي دخلت له خلونا نشوف. قولي اوكي شباب هون شباب هون معلم تصمم ما تصمم اشياء شباب، لان عملت هون عمل يمكن هذا شوف عملت هذا شباب. اوكي بتقدر تعمل لهم مشاركه شباب مع اصدقائك وتاخذ لايكات، هيك شيء حلو شباب. هون في المعرض يعني كل واحد اللي حاطط الاشياء تبعته معلم من الصانع، عن جد حدث حلو شباب هيك شوي فاني. اوكي حبايبي وين الاسلام المناسبه يا اساطير راح تنزل عنا شباب شخصيه الكينتا شباب. طبعا هذه الشخصيه شباب انا جربتها بالسيرفر المطورين شباب، اللي بيحب شوف الشخصية شباب عبارة يعني روح على السيرفر المطورين نزلتكم مقطع شباب من القناة، دخلت مقطع السيرفر المطورين دشربت هذه الشخصية شباب الصراحة تكون شيء باللوز حبايبنا الكرام. اوكي حبايبنا والان شباب اعطيناكم الانفورميشنات شباب وعرضنا الحدث. طبعا شباب لازم كل مرة معلم نجيب الحدث لازم نجرب لكم السكنات، شيء طبيعي شيء ضروري شباب. عندنا هون هذا الجاكيت صراحة معلم بيذكرك معلم بشيء، هذول المافيا مع المافيا هذول معلم اليابانيين ولا ما يابانيين الله اعلم شو معلم. بس والله الصراحة اللبسة هي طلعت حلوة يعني مع لبسة الجسم وما الجسم تبع الهيب هوب، بس لازم تطولوا بالكم شباب. خلينا نغير نحط شيء ثاني من طبعا شيء ثاني حتى انا دائما بحط. اوكي هيك معلم صراحة شيء باللوز بوي. طبعا لازم نحط الساكورا معلم، نجرب هذا نشوف السكين معلم باللعبة. يا سلام والله شيء باللوز معلم. اوكي خلينا نخش شباب نشوف على التدريب، نشوف نعمل استعراض هذا نعمل لكم استعراض لهذا السكين. يا سلام بس والله شباب انا من شوي معلم صارت معي صدمه كبيره شباب، هي الهيب هوب يا زي ما قلت انا جيت فقدت الصبح وات شفت هيك اول ما قريت شباب تعرف لما واحد يفقد الحدث معلم جبت الهيب هوب صار معي صدمه معلم شو عم بيصير. المهم شباب anyway شباب هذا هو الحدث الجميل، التشكيته هي معلم ماشي حالها اتس اوكي
خلينا نشوف الحقيبة. طبعا الحقيبة طبعا لما تكون عندكم حقيبة شاب راح يخفي هاي العلامة الموجودة ورا الظهر. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. لا يا شباب خير، نروح نرجع نطلع من هون المعلم، نروح نفرجيكم السكين الثاني يا كاملين. Let's go. اوكي نجي لهون. ايوه نجي هون على الاخرى. اوكي نجي لهون. لا مو هون، لا مو هون، هون 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 شباب. هذا هو شباب السكين. طبعا شباب هذا السكين فهمتوا معلم شو هذا الار؟ هذا المعلم حزمة نزلة الهيب هوب. يا سلام عليكم، خلينا نعمل فتح لشباب لنشوف الوضع معلم. هذا السكين شلون 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 الوضع تبعه معلم. نجي لهون، نجي لهون، عندنا هون الشعرات شباب. اوكي نظارات. طبعا هذا المكياج هذا لواحد لسكين ثاني. عندنا هون معلم، شوف شوف الدبدوب، شوف شوف الدبدوب شباب، شوفوا لي الدبدوب. حلو حلو حلو. اوكي على هذا الجسم معلم. بس حابب اشوف طبعا مثل كل مره، بس حابب اشوف البنطال كيف يكون. والله البنطال ما يشبه شيء معلم. It's okay, it's okay. بنطال حبيبي ماشي حاله. خلينا نشوف ال حط شيء بنطال تاني يكون عشان نشوف الجاكيت معلم كيف راح يكون. طبعا بدايما نجرب هذا البنطال، طولوا بالكم. وينه هذا؟ وين البنطال هذا يا زلمه؟ ما بحطه يا زلمه، وينه؟ الوان هذا هو. اوكي هذا هو الجاكيت شباب. اوكي لا ندخل نشوف شباب والحذاء معلم حبيبي. والله تعال هون، نجي لهون. الحذاء 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 الحذاء. اوكي حذاء شوي متوسط مش كبير والله شوي يا اخي. اوكي لا ندخل نشوف شباب، خلينا ندخل نشوف معلم، خلينا ندخل نشوف، خلينا ندخل نشوف بالتدريب يا زلمه، نشوف الاوضاع يا زلمه من الصبح حبيبي والله. اوكي مان، اوكي ماي هيب هوب، اتس هيب هوب معلم، اتس هيب هوب، هذا معلم هيب هوب بلوز. اوكي هذا هو التشيكيت شباب. صراحه يعني غيروا شوي يعني من تصميم السكنات شي ماشي حالي. اتس اوكي خلينا ندخل على شباب، لازم ندخل نجرب معلم، لازم ندخل نجرب السكين معلم. ندخل معلم اي شيء، هاتوا لي اليو ام بي شباب الحلوين. ليتس جو. الار هذا الار معلم حبيبي والله. تعال هون، تعال نشوف هذول الشباب الحلوين. تعال هلو هلو بيبي، كيفكم على الصبح؟ هلو معلم، يا سلام عليك. اوكي اوكي اوكي. بالنسبه شباب لسه رقصه كمان، هي الرقصه شباب على الهيب. اوه شغلنا هلا صار كله هيب هوب على هيب هوب معلم. يا بوي حبيبي والله. اوكي هذا جاي لعندي معلم، اقسم بالله حسيت راح يجي لعندي هذول. يخرب بيت سنتر يا اخي. عم برقص، عم برقص يا زلمه، عم برقص، عم برقص يا زلمه. روح كلها يا زلمه، عشان عم ترقص، روح كلها. يلا يلا روح حبيبي والله. اوه ماي جاد والله ذوب افهم ايش هذا جاي بيرقص يا اخي. ترقص باللعبه بالرانكت، مو تجي ترقص معلم بالتدريب يا اخي. شو اني واي شباب، خلينا نشوف العلوين هون لنشوف وين شو نجرب شوي بالسكين. صراحه سكين يعني متوسط شاب ماشي حاله. شو عم يعمل فوق؟ شو عم تعمل 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 انت معلم؟ حبيبي والله. لا 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 ما تفرقنا يا معلم، ما تفرقنا. اوكي شباب اوكي معلم، اوكي اوكي عمل نفس الكلام. اوووو كلها خلص معلم. هلا بالكلام معلم، هلا والله بالشباب الطيب. اوكي حبايبنا ما راح اطول عليكم اكثر منك يا اساطير، اعطونا لايك بالتعليقات شباب لهذا السكين. اوكي والشخصيه الجديده الشباب اللي جاي عن جد شيء راح تكون شخصيه شباب. بدعيكم الكل اللي ما شاهد المقطع تجربة الشخصيه بسيرفر المطورين كل شيء معلم عن المرافق والاشياء، بدعيكم تروحوا تدخلوا على القناه شباب تشاهدوه لانه عن جد راح تعجبكم شيء باللوز. سو ليتس جيت تمن هي بكل تايم مقطعنا اليوم يا اساطير. لا تنسوا باللايكات والشير والبرتاجات، ونشوفكم مقاطع جديده. السلام عليكم، باي باي.